أهلا، مساء الخير مستر حسام، ومساء الخير على المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني قبل ما أروح معاكي للانتخابات وما هو متوقع يوم الخميس القادم، هو الظرف السياسي دلوقتي في بريطانيا عامل إزاي؟ يعني إيه الكتل المؤثرة؟ إيه اللي بيؤثر بشكل رئيسي في مود ومزاج الناخب البريطاني بشكل عام؟ إيه القضايا الملحة والرئيسية في دماغه؟ والله يا أستاذ حسام، هو يعني المواطن البريطاني لا يختلف عن أي مواطن حول العالم. أهم مشكلة بالنسبة له ارتفاع الأسعار، وإنه هو يقدر يعيش، وإنه هو يقدر يوفر يعني قوت يومه زي ما إحنا بنقول. يعني ارتفاع الأسعار الجنوني اللي حدث مؤخرا ده أثر على جميع العائلات يعني بشكل لم تشهده بريطانيا منذ زمن طويل، يعني نقدر نقول من يمكن أوقات الحرب العالمية. وهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ده يعني حاجة عالمية، يعني مش بريطانيا فقط يعني، وكان لها طبعا يعني عوامل كثيرة أثرت إن الأسعار توصل لهذا الليفل أو يعني للدرجة دي من الارتفاع. فدلوقتي المواطن البريطاني كل اللي يهمه إن هو يقدر يعيش، يقدر يوفر لبيته لأسرته المعيشة اليومية. مفهوم. فإذا الاقتصاد هو العامل الرئيسي. في انتقادات كتيرة موجهة ريتشي سوناك في ملف الاقتصاد، وإنه لم يستطع يعني تعديل المسار أو الكفة منذ آخر انتخابات أو منذ جاء إلى السلطة. هل ده بالضرورة بيعني صعود مماثل لحزب العمال، ولا لأنه الناس مش حابة اللي بيحصل دلوقتي فرايحة لحزب العمال؟ لا، هو يعني السيربرايز أو المفاجأة في الموضوع إن يعني ما فيش حد رايح لحزب العمال. يعني لو كانوا هيبقى أعداد بسيطة جدا حضرتك تقدر تعدهم على أصابع اليدين يعني، ولكن الناس بقى عندها عزوف عن الحياة السياسية، فبقت ما بتنزلش تنتخب. لقوا إن يعني زي ما حصل في معظم أنحاء العالم، يمكن فرنسا هي اللي شهدت يعني رغبة في التغيير الشديد، ولكن البريطانيين أصبح يعني بيقولوا إن ما فيش فرق، لأن عدت عليهم الحكومات قبل كده، فلقوا إن حتى أما بتتغير الحكومة من ليبر للكونسيرفاتيف أو من كونسيرفاتيف ليبر، التغيير بيبقى مثلا في حدود 5%، ده اللي نقدر يعني نقول عليه. في السنين اللي كان فيها حزب العمال بالعكس، احنا لقينا ان الاقتصاد وقع جدا، وبعد كده بيبقى السنين اللي بيحكمها المحافظين بيحاولوا ان هم يعملوا ريكفري او ينتشلوا البلد من الخسارة اللي حصلت بعد تولي حزب العمال لفترة طويلة. فالموضوع ماشي في دايرة بين حزب المحافظين وحزب العمال. المرة دي حزب العمال يعني حاطط خطة، الخطة جميلة جدا طبعا يعني احنا شايفينها، بس الكلام بيبقى جميل جدا، ولكن هم مش كاتبين الخطة دي how they going to fund it، او فين مركز الفند اللي هيعملوه، يعني هيجيبوا الفلوس منين عشان يعملوا الكلام اللي هم بيقولوه. هل هيرفعوا الضرائب على الناس؟ ما هو المصدر الوحيد ان هم يجيبوا البادجت اللي يعملوا بيها حزم المساعدات اللي هم بيقولوا عليها، هي مش مساعدات يعني، هي مثلا نظام التعليم عايزين يحسنوه، نظام الصحي لان بعد الكورونا طبعا الموضوع ديتيريوريتد تدهور جامد جدا، عايزين يحطوا دكاتره زياده، يرفعوا مرتب مش... طب انتوا هتجيبوا التنفيذ او خطط ازاي ده؟ الخطط على الارض هتكون عامله ازاي، او التنفيذ هيكون عامل ازاي؟ طيب ليه اغلب الناس طب ليه الناس بتتوقع هزيمة كبيرة لحزب المحافظين على ضوء برضو بعض الانتخابات اللي جرت في بعض الأماكن قبل يعني قبل يوم الخميس القادم؟ ليه الناس بتتوقع أنه تكون في هزيمة كبيرة لحزب المحافظين، أو احتمالية دخول كمان أحزاب يمنية في الصورة زي حزب الإصلاح وغيره؟ لا، هو حزب الإصلاح يعني نايجيل فراج هو كان أساسا هو كان كونسيرفاتيف،
ولما ما اخدش فرصته في الكونسرفاتيف فعمل حزب لوحده وسماه حزب الاصلاح. فيعني الشخص اللي هو بيغير فكره وبيغير مذهبه الى مذهب اخر دايما بيبقى فيه يعني جزء نون ستيبل او حاجه غير مستقره بالنسبه له. ده غير كمان ان في الانترفيو اللي كان في التلفزيون من كام يوم وخرج حد من الحزب عنده وعمل ريمارك يعني عنصريه جدا تجاه رئيس الوزراء الحالي. طبعا دي ما كانتش في صالح الحزب بتاعه نهائي. وكل الاشكال هو يعني هو داخل كشخص كنايجيل فراج انما هو ما عندوش باك اب، ما عندوش يعني زي ما بنقول بالمصري ناس في ظهره ان هم يقدروا. ما فيش قاعده انتخابيه يعني كبيره وراه. فالتاثير بتاعه مش هيبقى. ان التاثير بتاعه يجي امتى؟ ان يعني حزب العمال وحزب المحافظين يعني ممكن الانتخابات هتبقى فروق بسيطه جدا، يا اما لصالح هنا يا اما لصالح هنا. اللي هيفرق معاهم الاصوات اللي هياخدوها من الاحزاب الثانيه ويبقى برلمان معلق زي ما حصل قبل كده من 14 سنه تقريبا اما كان الليبرال ديموكرات مع حزب المحافظين. فهم لهم تأثير قوي جدا؟ لا، ما لهمش تأثير قوي. تأثيرهم هيبقى بانضمامهم لحزب آخر في التصويت، يضموا أصواتهم لحزب العمال مثلا، لأن طبعا حزب الإصلاح مش هينضم لحزب المحافظين إطلاقا يعني. ولكن في نفس الوقت في الليبرال ديموكرات هم ممكن ينضموا لحزب المحافظين، وفي الوقت ده هيكون هم سبق ليهم كونوا تحالف يعني سبق ان كان في تحالف بين الليبرال ديموكرات اللي هم يعني حاطين نفسهم في النص يعني دايما ان ذا ميدل في منتصف الطريق ايام يعني كاميرون هم بيميلوا لحزب ايام ديفيد كاميرون بس هي المشكله هنا ان الناس بتختار على اساس ايه؟ الناس مش فاهمه معنى التضخم. الناس فاهمه ان التضخم هيقل، ان الاسعار هتنزل. طبعا ده حاجه من يعني لعدم العلم السياسي او عدم العلم بالاقتصاد. ايوه، ريشي سوناك اثر على التضخم، لان كان من سنه كان نسبه التضخم كانت تعدت ال 11%، دلوقتي نسبه التضخم 2%. ولكن نسبه التضخم حتى اما بتقل ده مش معناه انخفاض الاسعار، معناه ان الارتفاع القادم في الاسعار سيكون بنسبه ضئيله. فالناس فاكره ان لما حزب العمال هيجي فهيبقى في نقله رهيبه، فهيلاقوا ان الاسعار مثلا في السوبر ماركت واسعار المواد الغذائيه، الاسعار اللي الناس بتعاني منها زي البنزين زي الغاز زي الكلام ده، كل ده هيقل. طبعا ده يعني غير صحيح، ولكن بيبقى لعدم الدراسه الكافيه او الفهم الكافي لمعنى كلمه تضخم.